بعد بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة ينبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا، أهلا بكم بقلوبنا قبل حروفنا، بكل سعادة وبكل عزة. نرحب بالسيد الدكتور عبد الغني بارش عميد أئمة عين مليلة، الأستاذة الطبيبة صيغة كريمة، والسيد البيطري نبيل شيحة. كما نرحب برؤساء الجمعيات وممثلين المؤسسات الحكومية وإطاراتنا وخيرة ما أنجبت مدينة عين مليلة. خير ما نفتتح به يومنا آيات بينات يتلوها على مسامعنا القارئ عبد الرؤوف مرواني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. الآن وقفة اعتزاز وإجلال للنشيد الوطني. أرى خير ما أقوله في هذه الندوة الطيبة هو توجيه تحية إجلال وإكبار إلى أبناء هذه المدينة، إلى شباب هذه المدينة وشيوخها، إلى هذه الانتفاضة الشعبية العارمة التي تناضل من أجل تحقيق تحرير الإنسان من اللامسؤولية وإعادة إليه كرامته وعزته وبناء دولته. وهذا ما نلاحظ في الآونة الأخيرة، هبة تضامنية واسعة للتخفيف من تداعيات كوفيد-19. الآن كلمة افتتاحية لممثل المجتمع المدني الأخ بلال بوزيان، فليتفضل المشكور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يرحب منتدى المجتمع المدني لمدينة عين مليلة بضيوفه الكرام من سلطات أمنية ومحلية ودكاترة وأطباء وأئمة وجمعيات وأشخاص فاعلين في المجتمع، كما يشكركم على تلبية هذه الندوة وتلبية هذه الدعوة والحضور إليها. أما بعد، فإن منتدى المجتمع المدني كما تعلمون قد تأسس حديثا من طرف 36 جمعية فاعلة وعدة أشخاص أيضا فاعلين. الهدف الذي تأسس من أجله هذا المنتدى هو تحقيق أهداف سامية تصب كلها في مصلحة المدينة وفي الدفاع عن حقوق المدينة والنهوض بها في شتى الميادين، خاصة بعد السنوات من الركود الذي شهدته المدينة. وقد لاحظنا جميعا خلال تفشي أزمة وباء كورونا أنه قد حدث نوع من التضامن والتعاون بين جميع أطياف المجتمع، جعلنا نتأكد أنه لا حل لنا إلا التوحد من أجل المضي قدما، لا حل لنا إلا التوحد ك
كرجل واحد من أجل المضي قدما، مع توحيد جهودنا لكي نتمكن من صنع الفارق والتقدم خطوة نحو الأمام. وهذا ما نسعى إليه كمنتدى يزخر بروح شباب يسعون إلى التغيير بما استطاعوا عليه سبيلا، كما أننا نأمل في لم شمل جميع أبناء المدينة التي تزخر بإطارات سامية في شتى المجالات، حيث أن قلبنا مفتوح للجميع ولكل شخص لديه نية في تقديم الإضافة ومساعدة المدينة والمضي بها قدما. هذه المدينة التي طالما عاشت التهميج لكن بتوحد أبنائها سوف تكون لنا قدرة على التغيير نحو الأفضل إذا توحدنا. قد نختلف والاختلاف رحمة، لكن لا نجعل خلافاتنا سببا في خلق صراعات نحن لسنا في غنى عنها ولا نريدها أصلا، خاصة في هذه المرحلة الحساسة. فرغم اختلاف الرؤى إلى أنه لدينا هدف واحد وهو مصلحة المدينة فوق مصلحة الجميع، فإن أصبنا فمن عند الله وإن أخطأنا فمن عند الشيطان. كما أن منتدى المجتمع المدني للمدينة يهدف إلى بناء شباب فعال وتقديم مبادرات لصالح المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المدينة، فالساكت عن الحق كمن لا حق له. وسيستمر هذا المنتدى بإذن الله برغم من الأقاويل التي قيلت حوله، ورغم كل هذه الأقاويل التي قيلت حوله، فهدفنا واضح وهو تطوير المدينة والدفاع عنها بسواعد أبنائها وليس تمثيلها أو السيطرة عليها. فمنتدانا يسعى إلى أن يضيء شمعة بدلا من أن يلعن الظلام ويبقى مكتوف الأيدي. فحضوركم اليوم لهذه الندوة التي هي تحت شعار الحركة الجمعوية ودورها في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 يبين لنا دوركم الفعال كأشخاص وكجمعيات تسعى إلى خدمة مجتمعها بأي وسيلة كانت. وحضور الأطباء والآئمة والسلطات ما هو إلا من نابع من حسهم بالمسؤولية اتجاه الأفراد، فجزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله سوف تكون ندوة فعالة تخدم المجتمع المدني بكل أطيافه. وفي الأخير أجدد وشكري لكل الحضور، وسنلتقي إن شاء الله في أنشطة أخرى أفضل من هذه، ورب يرفع لنا الوباء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك الأخ وزيان. للتذكير إخواني، عنوان الندوة الحركة الجمعوية ودورها في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. مباشرة أحيل الكلمة إلى عميد الأئمة عبد الغاني بارش، فليتفضل مشكورا في 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد أحيي هذا الجمع المبارك بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شاكرين أو شاكرا للقائم على هذه الندوة في رحاب هذه الأيام المباركة. علينا أيها الإخوة أن لا ينسينا هذا الوباء حرمة الزمن، الزمن لأن الله سبحانه وتعالى خلق واختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومن بين الاختيارات ربي سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الأزمنة على البعض. ولا شك أن العشر الأول من ذي الحجة من الأزمنة المباركة، وقد أقسم بها الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله والفجر وليال عشر. هذه العشر المباركة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإقبال على العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح أحب من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، حتى أن الصحابة تساءلوا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه، والذي علمنا في كتابه العزيز أن الحياة دار ابتلاء واختبار وامتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولذا نحتاج في هذه المرحلة
نحتاج إلى إيمان قوي بالله تبارك وتعالى حتى نثبت أمام هذا الابتلاء، لأن عزاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال على الوباء؟ قال الوباء شهادة لكل مسلم، وبالتالي علينا أن نغرس هذه الثقافة في المجتمع تاعنا، وأن لا يخاف الناس من المرض، لأن المرض بيد الله تبارك وتعالى، ينزله متى شاء ويرفعه متى يشاء، فالأمر له أولا وآخرا. والإنسان يمرض يكتب له الله عز وجل، إذا صبر واحتسب الأجر والثواب، وإذا مات فهو شهيد. وقد عاش المسلمون عبر تاريخهم الطويل هذه الأوبئة وهذه الأمراض، ومن بين الأوبئة اللي عرفها المسلمون في تاريخهم طاعون عمواس، والذي توفي بسبب هذا الطاعون، من توفي من الصحابة توفي شكون؟ أحد العشر المبشرين بالجنة اللي هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وما أدراك ما أبو عبيدة، أمين هذه الأمة وقائد جيوشها وأحد الفاتحين الكبار، توفي بسبب طاعون عمواس. معاذ بن جبل وهو من هو في العلم من كبار علماء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن فالمسلم لا يخف المرض، وهو يدرك بأن الموت آت لا محالة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هكذا نعيش هذا الوباء بهذا الإيمان وبهذه العقيدة، لأن ما من نفس من الأنفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى إلا وحدد لها الأجل انتهى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم بهذه العقيدة نعيش هذا الوباء، لكن الذي قرر أن الموت بالأجل هو الذي طلب منا الأخذ وش الحيطة والحذر. يقول الله عز وجل في كتابه ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ونحن أمام نصوص كثيرة تؤسس وتنظر للوقاية وتنظر لأخذ الأسباب المشروعة المنجية من الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا ضرر ولا ضرار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرف القصة لما سمع سيدنا عمر بن الخطاب، ومن هو؟ هو الملهم الذي كان ينزل القرآن فيوافق عمر في اجتهاداته، لما سمع الطاعون عمواس رفض أن يدخل، واعترض عليه أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان حوار وكانت مناقشة، واستقر الأمر على أن لا يدخل عمر بن الخطاب ومن معه إلى هذه الأرض الموبوءة. وقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ فأجابه سيدنا عمر بن الخطاب قال له نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، ولو قالها غيرك يا أبا عبيدة. هكذا تعامل المسلمون الأوائل مع هذا الوباء. سبحان الله، الإسلام سابق حتى في أخذ الحيطة والحذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تديم النظر في وجوه المجذمين، وهذا مرض معدي، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قدر رمح. شوف سبحان الله، يعني هذا الإنسان المريض مرض معدي ما تكلموش إلا وبينك وبينه مسافة. واليوم الصحة العالمية تقول باللي تكون مسافة بينك وبين الشخص الذي تكلمه أو تتعامل معه. نحمد الله سبحانه وتعالى أننا أيها الإخوة من أبناء هذه المدينة التي لم تبخل مذ بدء هذا الوباء في الانتشار تاعه على المستشفى ولا على فقراء هذه المدينة. أنا نشد على يد كل إنسان والله جمعية تخدم المدينة هذه بصدق وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. خدمة الفقراء هذه مهمة انتدبنا إليها شكون؟ القرآن الكريم. ما من موضع يذكر فيه الفقير إلا ورغب الله سبحانه وتعالى في خدمته في القرآن الكريم. ولما نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة خاصة مع الفقراء، وكان يقول ابغوني في ضعفائكم وفي فقرائكم، وإنما تنصرون بفقرائكم وضعفائكم. وهذا العمل يحتاج إلى تجرد، ويحتاج إلى نية، ويحتاج إلى إخلاص، وأن لا يزايد أحد على أحد، لأن العمل في الأخير يقبله شكون؟ الله سبحانه وتعالى. والعمل لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. أيها الإخوة، ضرب أبناء هذه المدينة أروع الأمثلة في التضامن خلال هذا الوباء، فأصبحت المدينة مضرب المثل في هذا التكاتف، في هذا التآزر. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على سخاء أبناء هذه المدينة. وعلينا أن نعرف بالعمل الخيري، وأن نظهره للناس، ولنا في الصحابة أسوة. وكان يشيد النبي صلى الله عليه وسلم بدور الذين أنفقوا في سبيل الله. من قال هذا الكلام؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ من قال هذا الكلام؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قاله لمن؟ قاله لعثمان لما جهز جيش العسرة. أتى أبو بكر الصديق في تنافس مع عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. أتى عمر بنصف ماله ظناً منه أنه هذه المرة سيفوز على أبي بكر، فإذا بأبي بكر يأتي بماله كله ويضعه في سبيل الله. هكذا كان الصحابة، ويثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ليخلق التنافس في فعل الخير. والله عز وجل في القرآن يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كاين مواطن نحتاج فيها إلى السر حتى لا نحرج الفقير ونخلق له عزة، وكاين مواطن نحتاج إلى إعلان الصدقة حتى يتنافس الناس على فعل الخير. أيها الإخوة، نحن مقبلون اليوم، راه يوم التروية، اليوم يخرج الحجاج إلى مشعر منى لكي يبيت بها، وغدا بإذن الله يتوجهون من منى إلى عرفة، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا اليوم هو يوم عظيم ينتظرك أخي المسلم، فاعرف حرمته واعرف قدره. وهو بالنسبة للحجاج يقفون بعرفة مهللين مكبرين، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في خشوع وخضوع وتضرع، يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للحجاج. أما بالنسبة لغير الحاج، فيستحب للإنسان المسلم أن يصوم يوم التاسع، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم اللي استثنى عليه شكون؟ اليهود. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة، قال له هذا اليهودي: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فأجابه عمر بن الخطاب: هذا اليوم نعرفه، ونعرف المكان الذي نزلت فيه هذه الآية. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وصادف يوم الجمعة، فيوم عرفة من أجل الأيام ومن أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فاكثروا فيها من قول ما أوصاكم به النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واكثروا فيها من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. والله سبحانه وتعالى ينزل في يوم عرفة نزول يليق بجلاله دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فاحرصوا على هذا اليوم في التقرب من الله سبحانه وتعالى من خلال صيام يوم عرفة، وهو يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب سنتين. وبعد يوم عرفة يأتي يوم النحر، وهو من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ومعظم مناسك الحج تقع في هذا اليوم، في يوم النحر، في يوم النحر. لكن هذا المرة يأتي عيد الأضحى على غير العادة. كيف يتعامل المسلم مع عيد الأضحى في ظل هذه الجائحة؟ علينا أن نأخذ معنا الأطباء بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية. الإنسان
يحاول يذبح الأضحية نتاعه في مكان بعيد عن التجمعات، ويأخذ بكل التدابير الوقائية، ويحرص ألا يصافح وألا يقبل. ما نأخذوش الأمور باستهزاء، لأن الأمر يحتاج منا إلى أن نتعامل بحذر، ولا يغفل الإنسان بعد الأخذ بالأسباب أن يتوجه دائما وآخرا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل في القرآن يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. علينا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة بالدعاء أن يشفي المرضى، وأن يرحم الموتى، وأن يعافي المبتلى. ونسأل الله سبحانه وتعالى لأبناء هذه المدينة كل التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع جهود هذه المدينة، أبناء هذه المدينة، على خدمة هذه المدينة، ولما لا الخدمة تاع المجتمع الجزائري ككل، وتكون هذه المدينة أنموذجا يحتذى به. وهذا أمر ليس بصعب، والحمد لله شفنا تجارب. يعني البارح من باب أنا أذكر الأعمال ولا أذكر الجهات، يعني ناس مشوا بتكليف من شخص محسن إلى المستشفى، وقالوا محسوا لجميع المرضى اللي يحتاجوا إلى يد المساعدة، وهذا عمل يذكر فيشكر. وكان جهات تكفلت بتوظيف متطوعين، يعني هذا عمل كذلك يذكر فيشكر. وكان جهات تعمل على إدخال السرور والفرح على قلوب أبناء الفقراء في هذه المدينة، فأعمال جليلة راح تقام في هذه المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى كل التوفيق لمن أراد الخير لهذه الأمة. والجهات الرسمية والإدارية لازم تتعاون، وهي متعاونة لكي يكتمل الجهد. بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا شيخنا، بارك الله فيك على هذا الكلام الطيب. الآن البيطري فليتفضل مشكورا، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الدكتور شيحة نبيل، مفتش بيطري رئيسي، مفتش مذابح لولاية أم البواقي. نحن من أقرب على عيد الأضحى المبارك، فقامت مفتشي البيطري لولاية أم البواقي إلى تخصيص نقاط بيع للمواشي والتي عددها 5، وأسواق للمواشي عبر ولاية أم البواقي لعددها 9. وهناك بياطرة يقومون بأعمال المراقبة، وعددهم 85 من القطاع الخاص و 23 من القطاع العام. وككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك، تقوم المديرية، مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، بشعار عيد بدون كيس. وإنما هذه السنة تزامن مع جائحة كورونا، ومن هنا تكون إجراءات أخرى زائدة عن ما قمنا به سالفا لضمان لحوم صالحة للاستهلاك وليس فيها كيس مائي. الإجراءات المتخذة: أولا، نعطي نصائح للمواطن العزيز في يوم العيد، يوم القيام بالأضحية. أولا، كما جاء في الإجراءات الوقائية ضد الكوفيد، هي تباعد المواطنين أثناء القيام بذبح الذبيحة. هذه الحاجة الأولى. ثانيا، استعمال أدوات الذبح، الأدوات تاع الذبح كاملة تكون أدوات فردية. واش معناتها فردية؟ مش معناتها مواطن يذبح بآلات
ويقوم الثاني الحزاب بنفس الآلات يأخذها منه ويروح يذبح بها. لا، كل مواطن عليه بأدوات فردية خاصة بالذبيحة هذه. هذه ثاني شيء. ثالث شيء هو وجود معقم أمامه. وش معناتها؟ معناتها في كل عملية كان هناك تعقيم للأيدي للمس الذبيحة. هذه ثالث شيء. رابع شيء، هنا ندخلوا في تفتيش اللحوم. هنا المفتشية البيطارية حطت بياطرة يدور نهار العيد إن شاء الله عبر حيا مدينة عين النيلة، منهم بياطرة تابعين لمكتب حفظ الصحة للبلدية، وهناك بياطرة تابعين لقسم الفرعي الفلاحي لمدينة عين النيلة. أي مواطن يلاحظ عيب في الذبيحة هناك يسنى، هناك بيطري سيمر وراح يجي يراقب الذبيحة تاعو. هو شو الدور تاعنا هنا؟ هو الدور تاعنا ان المواطن راح يستهلك ذبيحة صالحة للأكل. هذا هو الدور تاع البيطري، الدور تاعنا هذا هو. رابع شيء، بعد القيام بالتفتيش هذاك، هذا المواطن راح يهز كما نقول احنا الغرنوب تاعو، راه يهزم كل شيء. احنا سيرتو الغرنوب شكون نعطي احنا لا فريسور هذيك، لا هي سهله باش تعرف هما في الريه تاعها راح توجد حجيراتك سيدي كيست. هذيك الشيء واش ديرها؟ ما تقيسها مولود حي، حطها في كيس، في كيس لا فاتو تاع البلديه، راه ياخذوها معاهم وهي راح تروح للدفن، راح تدفن. علاه؟ لان الكيس المائي يحتاج إلى حيوان آخر لتربية هذاك الطفيلي هو الكلب. دونك حنا واش نديرو؟ حنا راه نقطعو طريق هذاك بين الذبيحة وبين الكلب. كي نقطعو الباب أنه هذيك الرئة هذيك راح تكون في كيس وتكون في حفرة عميقة ومعها مواد التطهير كما الكلوريل دو شو، وحدا يتصبها فوقها يقفل عليها خلاص. سما هذه تهنينا منها. دوك المشكل اللي لقيناه، انا البارح كنت الثلاثاء كنت في مدينه المبواقي، رغم وجود بيطري لاحظنا هناك نقص فاتح في مواد التعقيم في مدخل السوق والكمامات. احنا الشيء اللي كاينه احنا مديناه للناس، مدينا المواطنين، الشيء اللي فاتنا ما قدرناش عليه. كاين هناك شيء من ما مشاتش كما حبينا احنا. نحبين ان كل مواطن داخل السوق راح يكون يعقم وعنده وحده يمشي بها، بس كل خطره راح يلمس حيوان، والحيوان يعتبر كما الطبيبه قدامنا ستيل سيبور يجي واحد يعطى ستيل سيبور تاع كوفيد 19 ستيل سيبور. كاين لقينا مشكل في مواد التعقيم ومشكل في الكمامات. انا ما تمنينا تكون احسن من هذاك، وانما يعني والله اليوم الشيء اللي صرا في البواقي الباه انا شخصيا خايف منه. وش هي احنا النصيحه اللي نقولوها اليوم؟ راه هابط في السوق تاع عينيلا، راه الشيخ ما عندك ما تشوف. يعني رغم واش راه قاعد يصرا، رغم الارقام اللي مدتها الدوله، رغم ما رانا نعيشوا في المدينه تاعنا كل نهار رب العالمين كاين موت كاين هذاك، والناس ما زالت هذا الامر يعني مش بجديه. نتمناو الناس تهزها بجديه. علاه؟ خاطر ما احنا يقول لك الخروف دوك لو فيروس الكوفيد، الطبيبه قدامي تعرف خير مني في المساله هذه. الفيروس يحوس على سيبور، يحوس وين يتحط. الصوف تاع الخروف ستان سيبور، الحديد تاع الطوموبيل ستان سيبور، الطاوله ستان سيبور، ولو سيبور من بعد تعطيك ما قدا يقعد لو فيروس هذاك في لو سيبور هذاك. دونك واش نقولوا احنا؟ هذه الماده هذه لازم هي الاولى، وهذه لازم ولا لا ديستونسياسيون، يعني التباعد بين الاشخاص. نولي الامر تاعنا هنا كبيطريين، هنا بربي ان شاء الله احنا ساهرين على تكليف الناس هذو يوم العيد ان شاء الله. عندنا بالك مذبح تاع المذبح البلدي يكون مفتوح، عندنا يكون مفتوح بربي ان شاء الله يكون مفتوح يوم العيد، وش هي؟ باخذ كل الاحتياطات اللازمه. كون ما تكونش الاحتياطات اللازمه راني ما نحلوش. عندي مذبح تاع الخاص تاع السماتي ثاني يفتح، لازم الاجراءات، وما يكونوش الاجراءات سيغلق. انا راح نكون النهار هذاك عاده كل عيد، يعني 30 سنه كل عيد هذا هو العمل تاعي.
المسؤولية تاعي تحتمني كمفتش لمذابح أم البواقي، راح نمشي للولاية كاملين ندور نار يعني. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلتتفضل كذلك الأستاذة صيغة لتجيد علينا بما. السلام عليكم إخواني بنائي، أنا جئتكم اليوم ليس لأتكلم عن وسائل الوقاية ولا عن التباعد، لا عن الكمامات ولا عن الجل المطهر، لأنني أعلم جيدا أن الكثير منكم يعلم أكثر منا هذا الأمر، لكنني جئت اليوم أتوجه بكلمة خاصة إلى أبنائي، لأن إخواني على قدر كبير من الوعي. أبنائي الصغار، جئت اليوم إليكم راجية منكم أن تساعدوننا في عملنا، لأنكم أنتم الذين تأخذون الأمر باستهزاء أكثر من الناس الكبار. أسألكم الجدة في الأمر، لأن الأمر جاد والأمر خطير. ترون أنها دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين عجزت عن لملمة هذا الوباء، فما بالك نحن ومنظومتنا الصحية المنهارة. أبنائي الأعزاء، طبقوا وسائل الوقاية، وسائل بسيطة حافظوا بها على أمهاتكم وعلى آبائكم وعلى جداتكم وعلى أجدادكم، على زملائكم، على أصحابكم للمناعة تاعكم ناقصة. حنا رانا انهرنا، أنا ما جيتش اليوم باش نشكي باش نقول لكم حنا قلوبنا جسديا، لأننا نسأل الله الإخلاص في العمل، وربي راه أعطانا طاقة لما كناش ننتظروا أننا كنا نقدروا نتحملوا هذا الشيء هذا. والله لكن نفسيا ما قدرناش، والله ما قدرنا أبنائي نفسيا. كل يوم يموت صديق، كل يوم يموت قريب، كل يوم كل زنقة في مدينة عين مليلة في العيد هذا تكوات كما يقولوا أمهاتنا. ما كانش اللي راح يعيد عيد نورمال هذا العيد هذا، ما كانش اللي ما عندوش قبر رايح يزوره في هذا العيد هذا. وهذا كل كنا قادرين نتجنبوه من الأمر من بداية مارس كي نادينا احنا بالحجر. تايوان أقرب مدينة من الصين، أقرب دولة للصين اللي هي منبع هذا الوباء هي تايوان. تايوان عن بالكم قداه سجلت أبنائي 6 وفيات وأقل من 500 إصابة حتى الآن. علاه؟ لأن الشعب التايواني أخذ الأمر بجدية برك، ما أخذوش باستهزاء. نحن مسلمين ونعلم أن الأجل كي يجي ما تجيبوا لكورونا، ما تجيبوا كورونا ما يبعدوا الدواء، هذه إحنا على بالنا بها. لكن من اللي كنا ربي سبحانه قال لكم لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، الوقاية خير من العلاج. أبنائي جاي العيد، نعيدوا العيد هذا في ديارنا وبعاد على بعضانا. أخي الحمد لله ذوك وسائل الاتصال كاينة، الهواتف نقالة، نعيدوا لبعضانا، بعاد على بعضانا، ما نشوفوش بعضانا في العيد هذا، باش الحمد لله إذا شاء رب العالمين العيد الجاي نكونوا ملمومين وقادرين نعيدوا على بعضانا. رحنا المستشفيات ما عادتش تكفي، كل يوم تشوف أنجان اللي قاعد يموت لسبب بسيط على خطر الأكسجين ما كانش. وكيفاه منين هزها من قهوة، ولا هزها من عرس، ولا هزها من جنازة راح يعزي. يا أولادي أرجوكم، رانا تعبنا والله، لا جئت أشكو التعب الجسدي ولا فراق لا عن أبنائنا ولا، لأننا قلت كما قلت نسأل الله الإخلاص، وربي قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومادام اخترنا هذه المهنة هذه لازم نتحمله. لكن اللي ما قدرناش عليه أننا نشوفوا أحبابنا يموتوا قدامنا وما نقدروا نديروا لهم والو. الأدوية ناقصة، رغم المتبرعين، رغم الناس كثر خيرهم، بالصح الناس لو كان كملوا بهذه الطريقة حتى هذ المتبرعين ما رهمش رايحين يكفيوا، ما رهمش قادرين باش يلملموا هذه المصيبة هذه اللي ابتلانا بها رب العالمين. وإحنا كنا قادرين نفيتيوها بكمامة وجاب والمكوس في بيوتنا. هذا واش نقدر نقول لكم أبنائي الأعزاء، إخواني عاونونا عاونونا عاونونا. راني جيت اليوم كما نقول لكم راجية، لازم نأتيكم نصيحة، لأن النصح راه متوفر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام راهي تهدر على وسائل الوقاية. لكن أطلب منكم الوعي، أطلب منكم الوعي كأم،
أطلب منكم وعي كأم، كأم أبنائي، أقعدوا في بيوتكم العيد هذا والعيد الجاي إن شاء الله نعيدوا كامل مع بعضنا، ونتلموا ونذكروا بعضنا بإذن الله. والسلام عليكم، والله الموفق. أحسنتم وأفدتم وأجدتم، بورك مسعاكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا، آمين آمين يا رب العالمين. أتمنى من الله أن يعطيكم الصحة والعافية، لأنكم أشخاص تستحقون كل الخير، وأهلا للتكريم في كل محفل. الآن فيه تكريمات للجمعيات وللأشخاص وللمؤسسات اللي ساهموا في محاربة كوفيد-19. إن شاء الله تكون سنة حميدة أن نكرموا يعني بعضنا البعض كل سنة بإذن الله، وهي أول مرة أنه لقينا اللي يحتضننا ويكرموا الجمعيات ويكرموا الأشخاص على التعب وعلى الجهد اللي قدموه طيلة 15. أول تكريم لأكاديمية المجتمع المدني مكتب عين مليلة، فليتفضل ممثل عن أكاديمية المجتمع المدني. يكرمه الشيخ عبد الغني بارش، فليتفضل مشكورا. التكريم الثاني جمعية كافل اليتيم مكتب عين مليلة، ممثل عن كافل اليتيم. جمعية النفس المطمئنة، ممثل عن جمعية النفس المطمئنة. يكرمه الدكتور نبيل شاح، فليتفضل. جمعية زهرة الشباب، يكرمه الدكتور نبيل، فليتفضل. تكريم للأستاذة صيغة كريمة، الدكتورة صيغة كريمة، يكرمها الأستاذ لبيدي. دموع غالية أستاذة، ربي يبارك فيك. التكريم الموالي جمعية أو الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية، فليتفضل. يكرمه
حمزة بن ساحة فليتفضل. جمعية دعوة خير، فليتفضل ممثل عن جمعية دعوة خير يقدمها له الأخ حليمي، فليتفضل. حليمي تفضل. جمعية فكرة وبصمة، فليتفضل ممثل عن جمعية فكرة وبصمة ليستلم الشهادة، يكرمها له القائد هشام غزلان، فليتفضل. مشكور. جمعية بذور الخير، بذور الخير، ممثل عن جمعية بذور الخير يقدمها له سلمان شبانة، فليتفضل. جمعية مشتلة الركنية يقدمها له ممثل عن الشرطة، عميد الشرطة، فليتفضل. جمعية أو المنظمة الوطنية للشباب من أجل الجزائر، فليتفضل ممثل عن الحماية أو قائد الحماية، حماية المدنية. كذلك جمعية أحباب الرحمن الثقافية، فليتفضل ممثل عن هذه الجمعية ليستلم الشهادة، يكرمها له القائد أبو جمعة، فليتفضل. مشكورا. التكريم الموالي لفوج العربي بن مهيدي للكشافة الإسلامية، فليتفضل ممثل عن الفوج، القائد تفضل، يسلمها له الدكتور بن زغلي. مجموعة الأيادي الخضراء، جرين هاند، على فكرة المجموعات ربي بارك ما شاء الله قدموا الكثير رغم أنهم شباب، يعني والله هي تحية إجلالك للشباب، يقدمها له يحيى، فليتفضل يحيى عضو في المنتدى.
جمعية علماء المسلمين الجزائريين مكتبة عين مليلة ممثل عن الجمعية. يكرم الأستاذ أو الشيخ طارق يكرم الجمعية فليتفضل مشكورا. منظمة حقوق الإنسان، ممثل عن منظمة حقوق الإنسان يقدمها له طرفاية. تفضل طرفاية، الأخ طرفاية تفضل. جمعية نبراس المستقبل، ممثل عن جمعية نبراس المستقبل يقدمها له الأستاذ. تفضل أستاذ عرا. تفضل. التكريم الموالي إلى أستاذي وشيخي عبد الغاني بارش فليتفضل مشكور. نكرمه أنا بعد أستاذ. جمعية الدكتور شيحة نذير يقدمها له العبيدي. تفضل. تفضل العبيدي. الدكتور نبيل صيغة فليتفضل مشكور. يقدمها له الأستاذ ببخة. تفضل أبو. التكريم الموالي لعميد الشرطة لدائرة عين مليلة يقدمها له الشيخ عبد الغاني بارش. أحد جنود الوباء كوفيد 19 مؤسسة الديوان الوطني للتطهير ممثل عن المؤسسة يكرمها طارق العبيدي. تفضل. مؤسسة تستحق الزيارة. مؤسسة التحسين الحضري كذلك حتى هي قدمت مجهود عظيم فليقدمها له حمزة عنانة فليتفضل.
هذه لازم لها تكريم كبير ما شاء الله. رئيس وحدة الحماية المدنية فليقدمها له هشام غزلان ممثل عن الحماية. ربي يحفظكم يا استاذ، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني يكرمه حمزة بوطي، قائد أو ممثل عن الدرك الوطني، ممثل عن الدرك الوطني. التكريم هو لي إلى الأستاذ حمزة أبو عروش مدير ثانوية منتوري، اللي قدم الكثير للثانوية واجعلها ربي يبارك ما شاء الله نوارة، يا ما شاء الله ربي يبارك فيه. إن شاء الله تقدم حمزة، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حبيت نقول واحد الكلمة برك بصفتي ابن هذه المدينة. والله راني جد فرحان، فرحان اليوم بهذا الوجوه، بهذه التكريمات ياكم تكرموا في بعضكم. هكا حبينا ولاد عين ميرا، هكا حبيناكم تكونوا. بارك الله فيك. قدماء انكشاف فوج الحياة، حتى هما جند من جنود، يقدمها لهم حليم صاحي، تفضل. التكريم الموالي للسيد مجاني عبد المالك، مجاني فليتفضل مشكورا، يكرمه ممثل عن الشرطة، تفضل. كذلك الدكتور يوسف عطية أو ممثل يعني عن يوسف يستلم الشهادة. من زغلي تفضل يكرمه حليمة، تفضل حليمة. عم شوفوا القراب برقبة من تعبوكم شو. كذلك القائد غزلان هشام أطال الله في عمره ووفقه الله، يكرمه القائد، قائد بالجامعة، تفضل. تفضل القائد، كرم القائد. كذلك السيد حليمي عزوز، تفضل. يقدمه له المصور حمزة، لما لا، تفضل حمزة. نسيبك عني عني والله عني عني خلي السلسة.
معلومة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. دائماً في هذه التجمعات أول حاجة تحية وتقدير للدكتورة ممثلة الجيش الأبيض. وش نقول لك؟ كوراج كوراج كوراج، احنا معكم. ثاني حاجة نشكر الأمن وممثلي الحماية على المجهود الكبير والعمل السلس اللي راهم يقوموا به مع المواطنين. كوراج. ثالث حاجة نشكر كل الشباب تاع عين مليلة، ونشكر الناس اللي تخدم في الخفاء وهما كثر. رابع حاجة بالنسبة للجمعيات، الجمعيات حان الوقت بقى تحكموا، ما تقعدوش تخدموا بركة، خموا تحكموا. لأنه كي نشوفوا البيت تاع عبد الحميد بن باديس يقول: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحا. ما تقعدوش هكذا برك، يفو بونسي انتخابات الجايين لازم تحكموا، لأنه اللي يحكم هو اللي عنده السلطة، هو اللي يقدر يعمل. بون كوراج، ربي يرفعين هذا البلاء. التكريم الموالي للنادي الرياضي الهاوي عين مليلة، نادي السباحة، يكرمه له الأستاذ بوعر روش. تفضل الأستاذ. نبارك أولاً للجنة حي ملاح، إن شاء الله هيكونوا يعني مسؤولية، يعني هيكونوا قدها يعني بإذن الله، ويجعلوا حي ملاح من النماذج في مدينة عين مليلة. فليتفضل معهد ممثل عن معهد التكوين. تفضل أستاذ. شادي حمد، فليتفضل الأستاذ مدير المعهد. تكريم الموالي لحافظ لكتاب الله أستاذ طيب ما شاء الله وحيد بوستة، فليتفضل مشكور. يكرمه حمزة بن ساحة. ما شاء الله ما شاء الله. كذلك السيد كمال ديلمي، فليتفضل مشكورا. يقدمها له، تفضل حنين. حليم حليم ما طلعش. كذلك تكريم إلى مدير المعهد الوطني المتخصص، يقدمها له تفضل. بارك الله فيك أستاذ اللي فتحت لنا. السيد شبانة سلمان، فليتفضل مشكورا. يقدمها له بلال بوزنيان. تفضل بلال.
السيد بن زغلي إبراهيم، دكتور بن زغلي إبراهيم، فليتفضل مشكورا. يقدمها له الدكتور نبيل. السيد بن زواي العبيدي، فليتفضل مشكورا. يكرمها له الشيخ عبد الغني باشا. السيد عبد الرؤوف مرواني القارئ الذي افتتح مرواني الذي افتتح لنا. الله أكبر. أود في الأخير الشكر لكل من الجمعيات والمؤسسات تكريم للأستاذ رؤوف بخا، فليتفضل. تفضل أستاذ، يقدمها له وحيد بوسدة. تفضل. كذلك تكريم للسيد عاشور بالليل اللي تعب معنا حتى هو مسكين. يكرمها له الشيخ عبد الغني. كذلك تكريم إلى السيد حليم صالحي، فليتفضل مشكورا. تفضل حليم، يقدمها له زميل الدرب حمزة. تفضل. كما قلت الشكر موصول لكل من الجمعيات والمؤسسات وكذلك الممثلين السبعة اللي تعبوا يعني في مرحلة معينة، بارك الله فيهم وجعل الله العمل في ميزان حسناتهم، ونتمنى لكم كل التوفيق وربي يحفظكم إن شاء الله. كذلك المحسنين ربي يجعل العمل في ميزان حسناتهم. أود في الختام أنه يكون دعاء ويكون خير ما نختتم به. الشيخ عبد الغني بارش ولا نبيل صيغل يتفضلوا يديروا لنا الدعاء بإذن الله ونختم. تفضل أستاذ. وفي الأخير نعمل صورة جماعية وإن شاء الله تبع صورة جماعية بالتباعد. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم عافي أصحاءنا، اللهم عافي أصحاءنا، اللهم عافي أصحاءنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا.
اللهم أمننا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، واجعل بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. ببركة سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وبارك الله.